معايا الفنانه ناديه مصطفى، عضو مجلس نقابه المهن الموسيقيه. استاذه ناديه، مساء الخير. يعني قولي لي، زرتي حلمي بكر امتى؟ حالته الصحيه عامله ايه؟ مساء الخير يا لميس. مساء. اولا طبعا عليكي وكل المشاهدين، استاذ حلمي بكر طبعا بالنسبه لي مش بس قامه وقيمه فنيه عظيمه، لكن هو بالنسبه لي كمان عشره عمر، طبعا وبعتبره ابويا واخويا وصديق عيله. طول عمره كان بيدعمني، فانا بدين له بفضل كبير. في فتره تعبه الاولانيه اللي هو كان فيها في المستشفى كنت بزوره لحد ما خرج، وطمنت عليه وخرج على رجله وكان زي الفل، ما فيش اي مشاكل. خرج من المستشفى على بيته في حدائق الاهرام، لانه هو كان ساعتها منفصل عن زوجته، فكان واخد شقه في حدائق الاهرام. بعد كده سمعت بقى ان هو رجع لبيته في المهندسين، وعرفت ان هو تعب تاني، فكنت بزوره في وجودها على فكره، وتقريبا كنت كل يوم بزوره. ونقلت الصوره طبعا للاستاذ مصطفى، لان هو فعلا كان الاستاذ حلمي تعبان جدا وما كانش بيتحرك. مصطفى كامل، الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين واعضاء مجلس الاداره كلهم اجمعوا بان احنا تحت امره، شوف هو عايز ايه ونعمله. فانا عرضت على الاستاذ حلمي قلت له لازم تروح المستشفى، فرفض وقال لي بالحرف الواحد، والله لو خرجت من البيت مش هعرف ادخله تاني. فانا احتراما لرغبته ولان هو ما كانش عايز مشاكل وحاسه ان هو فعلا مش حمل مشاكل، طلبت له دكتور وجه زاره في البيت وعمل له اللازم. لكن كل يوم كنت بشوف حاله استاذ حلمي بتتدهور عن اليوم اللي قبله. في الوقت ده كان بيجي معايا طبعا دكتور عاطف امام مشكورا. لما حسيت ان هو احيانا بقى ما كانش بيركز في اخر ايام كنت بزوره فيها، ساعات احيانا ما كانش بيركز، وحتى دكتور عاطف امام قلت له لا هو بيقول كلام غريب، انا حاسه انه مش مركز، لازم يروح المستشفى. فبرضه وصلت الصوره تاني للاستاذ مصطفى كامل، وخدنا قرار بنقل الاستاذ حلمي للمستشفى اللي هو عايزها، واهم حاجه ان هو يكون مرتاح. نعم. فبناء عليه اتفقت مع دكتور عاطف امام ومع الاستاذ حلمي نفسه، قلت له هننقلك لمستشفى القوات المسلحه اللي انت عايزها، عشان انت عايز تروح القوات المسلحه هديك مستشفى القوات المسلحه، وهو كان موافق على ده. لما تواصلت مع السيده زوجته قالت لي خلاص هو له امر بعلاجه على نفقه الدوله، وافاجئ بان خدته على البلد عند مامتها ما راحش مستشفيات، واتصلت بي كذا مره عشان تطمني عليه، اقول لها يعني تليفونات ما بتردش، فويس نوتس ما بتردش على الواتساب، فبقيت انا مستغربه هي ليه مش بترد عليا. كل ده علشان انا ودكتور عاطف امام ان ما اثرتش. انا كنت باجي انا ودكتور عاطف امام وموصله الصوره تماما للنقيب وللمجلس. قالت لي والله كنت فاكراها شهامه منك وجدعنه، ما كنتش اعرف ان انت جايه تبع النقابه. فطبعا دي اول صدام بيني وبينها، مع ان كانت المفروض ان انا يعني هي شافتني من اول بدايه مرض الاستاذ حلمي وانا معاه. فالمهم خلاص هي دلوقتي راحت في مكان تاني بقى، يعني انا هعمل ايه؟ مفيش بايديا حاجه. وصلني بقى كل ما اكلمها ما تردش، فويس نوت ما تردش، فتواصلت مع ناس يعرفوه. كانوا بيطمنوني عليه، لا هو كويس مش عارف ايه، فانا هتجنن لسه اشوفه مش عارفه اشوفه. فلقيت حد قريب جدا جدا من مامتها هناك، وصعب عليها الاستاذ حلمي، صعب عليهم الاستاذ حلمي يعني اللي تواصلوا معايا وبعتوا لي فويس نوتس ديت، صعب عليهم الراجل لانه هو كان بيتعامل معامله فيها اهانه. انا والله العظيم يا لميس انا جسمي كله بيتنفض وانا بقول الكلام ده، ما كنتش احب اقوله. طبعا طبعا. فانا الاستاذ حلمي بكر ده بالنسبه لنا يعني هقول لك ايه؟ هقول لك انا بالنسبه لي زي ما قلت لك هو ابويا واخويا وصديقي، وكنت عيش وملح في بيته، وانا كنت بروح ادخل في بيته وافتح انا الثلاجه واكل، وهو يجي بيتي هنا، احنا زي ما قلت لك احنا اصدقاء عيله، فانا ما يهونش عليا ابدا ان الاستاذ حلمي يتعرض للمعامله دي. اخر مره شفتيه كان امتى يا ناديه؟ اخر مره من حوالي مثلا ثلاث اسابيع تقريبا او شهر تقريبا. اخر مره لان هي ما سمحتليش ان انا اروح. انا زي ما قلت لك على فكره كمان برضو عايزه اقول القصه دي، كان في يعني صديق كتر الف خير ومشكور بيحب دايما يكرم الفنانين اللي بيتعبوا، فيروح واخد وفد كده جروب ورايح له، فكلمني قال لي انا عايز رقم الاستاذ حلمي وترتب لنا زياره معاه. قلت له انا خلاص ما بقتش قادره اروح عند الاستاذ حلمي عشان حصل موضوع 1 2 3. فراح قال لي، قلت له فانا هديك رقم تليفونه وتليفونها واتفق معاها. بعد كده تواصلت مع الشخص ده، حتى قلت له ساعتها قلت له والنبي ربنا يخليك وانت رايح قول لي عشان اجي معاكم، يعني انا عايزه اروح في بيل اي حد، فاهمه ازاي؟ عشان ادخل بس البيت. فالمهم
كلمته بقى عملت ايه؟ قال لي قفلت السكه في وشنا. فهي لا بترد عليكم على التليفون وبترفض زيارتكم، وسمعتي كلام انه يعامل معامله سيئه. ايوه بالظبط. بس وانا في كلام تاني برضو قايله لي استاذ حلمي، بس انا مش هقدر اقوله بصراحه لاني لا يعني ما احنا مش عايزين برضو ان طب هو ليه وافق ان هو يروح معاه؟ هما بتقولي لي كانوا منفصلين في الوقت ده، يعني ليه وافق انه يروح معاه؟ ودي حاجه فرحتنا على فكره، يعني يعني انا اتبسطت اولا عشان هو كان متضايق علشان بنته بعيده عنه، وفي نفس الوقت كان برضه بيته بالنسبه له غالي قوي قوي قوي، لدرجه بقول لك لما قلت له تعالى نروح المستشفى قال لي لو طلعت من البيت مش هعرف ارجعه. فهو حبيبي مش عارفه مش عارفه، هو مغلوب على امره، الحاله اللي هو فيها غصب عنه، يعني مش عارفه لميز بصراحه، يعني الموضوع كبير فاهمه ازاي؟ لكن انا عارفاه بتفاصيله اللي انا مش هينفع ان انا اقولها،